السلام عليكم. السلام عليكم. عشان نطلقوا اللايف حتى في اليوتيوب شويه طاكيو لنا الدراري ديال اليوتيوب. السلام عليكم نزيل اليوتيوب، كي دايرين؟ لاباس بخير، كنتمنى تكونوا في صحه جيده. الفيديو دابا راه هو تلانصا، نتسناو الناس يلتحقوا بينا. اللايف اللي كنت وعدتكم به سور لاباج هو هذا، نتمنوا اللايف انه دابا يتطلق وبدا الحضور. اللي دخل اللي دخل بارطاجي لا فيديو باش نبداو لا سيونس ديال. انا نعطيكم لي كونساي، النصائح اللي جمعت والاسئله اللي كنتو طرحتو عليا لا في الخاص لا عبر لي كومونتير، كلشي اللي بحثت فيها ولا اللي كانت عندي على معلومات راني جبتها لكم، على اساس اننا ندويو في هذا اللايف هذا على طوموبيلات. هنحددو البيجي، من بعد ندوزو ل 7 ندوزو ل 8 ندوزو ل 9 ان شاء الله. هنهضرو في هذا اللايف هذا على الطوموبيلات ديال 6 المليون. هندويو على لا فينيت، عندو على لا فينيت. السلام عليكم خويا، الله يجزيك بخير. عندي اسئله، كيفاش تحدد الثمن ديال الطوموبيل القديمه؟ اش ممكن ناخذ ب 5 المليون؟ هاد السيد هذا اجا عنده الزهر، طرح سؤال في البريفي، وهذاك الموضوع نيت هو علاش عنده ان شاء الله في هاد اللايف هذا. عنده على طوموبيلات ديال 6 ديال المليون، وعنده على لا فينيت في هذوك الطوموبيلات كيفاش تحدد الثمن ديال الطوموبيل. وهندويو عاوتاني في هاد اللايف هذا على سيدي، ندويو قلنا على لافينيت، ندويو على كيفاش تشري الوقيته اللي تشري فيها الطوموبيله ديالك. اللي دخل لهاد اللايف بارطاجي لا فيديو، بغينا هاد لا فيديو هادي عاوتاني نوصلوا لو ماكسيموم ديال لي فيو، هادي بغينا نوصلوا لو ماكسيموم. دخلتي بارطاجي لا فيديو، انا نعطيكم واحد الوقيته بيد ما يلتحقوا بينا لو ماكسيموم. واللي دخل اي بارطاجي طاقي صاحبك لتحت، ولا بارطاجي تو لا فيديو غتوصل لاكبر عدد من الناس، ولا وصلت لاكبر عدد من الناس نتوما استافدوا. الله يبارك فيك خي ياسين، نتوما نستافدو حنا نستافدو، يعني المعلومه ما تبقاش محصوره بكم هي نتوما اللي عندي في لاباج. بغينا هذه المعلومه هذه تنتشر على كاع الناس ديال المغاربه. حنا لا فيديو ديالنا راه ما كنزعموش بزاف، ولكن كنبداو نزعمو بشويه بشويه، حيت السوق المغربيه هي هذه في العالم ديال الطوموبيلات شي شويه مسدوده، وهي مسدوده ما يمكنش نجيو نفتحوها مباشره، كيخصنا نفتحوها خصنا نفتحوها بسميتو بشويه بشويه. وهذا الشيء كنحاولوا حنا نديرو هنايا في لاباج عندنا، سي كو اون اون تران دو اش، انت ندخلوا لذاك المارشي اللي مجموعين فيه السماسريه البيع والشراء ديال الطوموبيلات الى اخره، كنحاولوا اننا ندخلوا ليه، اننا نفركتو، اننا نوريكم قوالبو. اللي دخل لا فيديو بارطاجي لا فيديو في لي جروب ديال البيع والشراء، بارطاجيو لي فيديو في جميع البلايص اللي كيتباعوا فيهم الطوموبيلات، البلايص اللي نتوما كديروا فيهم. سلام خويا العزيز، الله يحفظك خي حكيم. السلام عليكم. السلام خويا ميلود، مرحبا بكم. اللي دخل بارطاجي لا فيديو عندك في البروفيل، بارطاجي لا فيديو في لي جروب، بغينا هاد لا فيديو هادي توصل للماكسيموم ديال الناس، باش ديك الساعات حنا نبداو اللايف ديالنا ويكون عندنا واحد لوديونس كبيره. او الا كانوا بزاف ديال الناس كيتفرجوا لا فيديو، راه نتوما تستافدوا. علاش تستافدوا نتوما؟ لانه كيتطرحوا بزاف ديال الاسئله. ملي كيطرحوا بزاف ديال الاسئله، انت فراس ما تبقى تطرح عليه سؤال وتعاود السؤال وتجيب سؤال اخر، على الاقل كنجاوب انا على واحد 10 15 سؤال، وبذلك كتكون انت استفدتي من 15 واحد. راه هذا هو المغرب، راه خاصنا نتعاونوا بيناتنا، خاصنا نضمنوا بيناتنا. يلا الخوت اللي دخل بارطاجي لا فيديو مع اصحابك، بارطاجي لي فيديو في لي جروب ديال البيع والشراء، باش لا فيديو هادي توصل لماكسيموم ديال الناس. اون اتوندون نبداو ديك الساعه نطرحوا الاسئله ديالكم. مرحبا بكم، اللي بغى شي سؤال مرحبا به. بيد ما لا فيديو ديالنا توصل. جولف جي تي 5 شحال ما بغيتش فيها في الثمن؟ 12 13. يلا بارطاجي اخويا ياسين هاد لا فيديو هادي في البروفيل عندك في لي جروب. لا فيديو ما بغيناش تحبس هي عندنا حنايا، بغينا هاد لا فيديو هادي توصل لماكسيموم ديال الناس، بغيناكم توصلوا هاد لا فيديو ديال ماكسيموم. انا هضروا اليوم على الطوموبيلات القدام 6 ديال المليون، اش اللي ممكن تجيب لك في السوق في الديزل او في ليسونس، يعني ممكن تجيب 6 المليون ولا ما ممكنش انك تجيب طوموبيله 6 ديال المليون تجيب بها شي حاجه اللي مزيانه اللي مزيانه. يلا بارطاجيو لا فيديو، حنا بدينا كنطلعوا. اللي دخل بارطاجي لا فيديو في لي جروب ديال البيع والشراء ايتترا، طرحوا الاسئله ديالكم هاد الفتره هادي قبل ما نبدا فيها انايا الهضره على لا فينيت على الطوموبيله ديال 6 المليون. انا رجبت لكم الليست هنايا، ها هي عامره بالطوموبيلات اللي انايا كيعجبوني في القديم، يبغيناكم باش تجيب لي في نظرك. والله يوفق. 30000 درهم جايبه لك طوموبيله ايسونس زوينه مليحه اللي بحال دابا ندويو على هاد السوجي هذا. دابا
لانه في السوجي هل نلوح لكم شي اشارات بحال هذا الشيء. مرحبا بكم، ايوا بغينا اللي دخل يبارطاجي لا فيديو. ديك المره الدراري دخلوا بارطاجوا لا فيديو في الجروب وداك الشيء، وصلنا تقريبا لواحد 10,000 مشاهده تقريبا، تبعتنا شي 2000 واحد. بغينا حتى اليوم ان شاء الله نوصلوا هاد لا فيديو هذه لهاد القدر هذا من لي في بيناكم، تشهروا معنا هاد لا باج هادي باش لو ماكسيموم ديال الاسئله يطرحوا في نفس الوقت، باش انا نجاوب على مجموعه ديال الاسئله في نفس الوقت. كنقول لكم بان انا ما كنعرفش كل شيء صحيح، ولكن انا كنعرف فين نقلب. هاد البلاصه هادي اللي حنا كنتميم ليها، لونتوراج اللي عندي انا كيجيب لنا هاد الاخبارات هادو. يعني السؤال اللي طرحته عليا ما عرفتوش، راه كنقول حتى الدري في الخاص كنقول عاود فكرني هاد تلقاني جايب لك الجواب. كنكتبو عندي في التليفون كنمشي نقلب لك على الجواب. السيناف درام ما جايبه والو، ها حنا نشوفو السيناف درام واش جايبه ولا ما جايباش. بارطاجيو لا فيديو، حنا بدينا كنطلعنا 39 40 فيو، مزيان مزيان. يلا الدراري اونكوراجيو، يلا الدراري زعما معانا وداكشي. بغينا هاد لا فيديو هادي توصل للماكسيموم، لو ماكسيموم ديال لي فيو. بغينا هاد لا فيديو هادي توصل للماكسيموم. شحال دايره رونو سامبول اسونس موديل 2011؟ رونو سامبول موديل 2007، موديل 2007 وباقا شاده في الثمن. موديل 2011 في السوق سيدي اسونس راه كتجيبها سيدي بديك 6.5، تجيبها بديك 7، حيت هي اسونس. زيد غير سيدي كالاميناج، مرحبا بسيدي كالاميناج، مرحبا بك. يلا الناس بارطاجيو لا فيديو، 54 فيو كافيه انا نقدر انا نبدا بها. الدراري اللي دخل يبارطاجي لا فيديو، الله يرضى عليكم، بينها توصل لو ماكسيموم ديال الناس. نبداو الحلقه ديالنا. هاد الحلقه سيدنا نهضروا فيها على طوموبيله ب 60,000 درهم. اش اللي ممكن؟ سير طاحوا لي الاوراق ديال السياره كاملين، شنو معمول؟ سير ديكلاري، سير ديكلاري وعاود من الاول. اول حاجه هي الديكلاراسيون، سير ديكلاري. لا يمشيش واحد يدق بدوك الاوراق الطوموبيله اخرى، سير دير لا ديكلاراسيون ديالك عاديه. يا بري ديك الساعات ديك الساعات راه هما يوريوك اش غدير وكلشي، زعما ما تهزش الهم، مساله بسيطه ان شاء الله. بوكو سافاش كبرك العز، الله يحفظك ليا السيس، مرحبا. يلا نبداو سيدنا الحلقه ديالنا. اللي دخل كما قلنا فكروا بانه خاصو يبارطاجي لا فيديو، خاصو يبارطاجي لا فيديو مع الاصدقاء ديالو والناس اللي كيعرف. المهم الحلقه ديال اليوم قلنا ندويو فيها على الطوموبيلات، على لا فيسكاليتي، يعني هذيك الطوموبيله شنو هي لا فينيات اللي كتخلص عليها. اللي خصكم تعرفوا بانه العدد ديال العيودان في الطوموبيله عندكم في المغرب ما كيتحددش بحال الدول الاوروبيه وداكشي، يعني كيختلف من بلده لبلده. او في المغرب عندنا واحد القانون ديال الماليه هو اللي كيحدد لنا كل طوموبيله شحال العدد ديال العيودان اللي فيها. هو ماشي كيرتبط بطبيعه الحال بالعيودان، ولا الله يحفظك ما كيرتبطش بعدد العيودان اللي ديجا في الطوموبيل، يعني لا بويسونس ديالها بديك الطريقه الفيزيائيه اللي كتحسب واللي كيعرفوها الناس ديال الفيزيك. لا، هاد العيودان في المغرب كيتحددوا باتفاقيات بالشركات اللي كديرهم وزاره الماليه. اي مرحبا، احنا ندويو دابا، خصنا ندويو على لافينيات لان السؤال هذا تطرح عندي بزاف في لاباج. المهم خويا 190 بلاتي والاسئله. المهم قلنا سيدنا ما كيرتبطش بديك القدره، وبالتالي المغربي هو ملي كتجي عنده الطوموبيل في الديوانه كيقول لها هذه 6 هذه 7 هذه 8. الطوموبيلات عندكم في المغرب ملي كتكون طوموبيله قل من 8 ديال العيودان، يعني ما كيساويوش 8 العيودان، قل من 8 العيودان الا كانت اسونس كتخلصوا عليها 7000 ريال، 350 درهم، 35 فرانك. اما الا كانت طوموبيله ديزاي كتخلصوا عليها 700 درهم. الا كانت طوموبيله ما بين 8 العودان 10 العودان، راه هادشي كنقول دابا راه هو اللي بيحدد لينا من بعد كيفاش نتوما تختاروا الطوموبيله ديال 6 المليون، هو اللي بيخليك تكون ذكي في اختيار ديالك. طوموبيله ما بين 8 و 10 ديال العودان كتباع سي سميتو لافينيت ديالها ب 150 درهم، 1500 درهم. طوموبيله كتكون ما بين 11 حتى ل 14 مليون، 3000 درهم في ليسونس، 6000 درهم في المازوت، 6000 درهم في المازوت. هاي الطوموبيلات اللي كيكونوا فايتين 15 عاود، طوموبيلة ليسونس 8000 درهم، ولكن في الديازل 20000 درهم عاود، 350 درهم، 700 درهم بالنسبة للطوموبيلات اللي تحت من 8 العودان في ليسونس والديازل. في ليسونس 650 درهم، في الديازل 1500 درهم ما بين طوموبيلات ما بين 8 العودان و 10 العودان. طوموبيلات اللي ما بين 11 عاود و 14 عاود، ما بين 11 عاود 13 عاود، راه 3000 درهم، 6000 درهم. اسونس ديزل طبيعة الحال، ليسونس عاوتاني ديزل العيودان اللي كثر من 15، اللي كثر من 15 عاود 8000 درهم، ما جوج ديال المليون ولا هي 20000 درهم. دابا هذا الشيء هذا هو اللي كيخلي بعض الطوموبيلات في السوق انهم يطيحوا في الثمن ديالهم. كتلقاها طوموبيله اللي 2012 الى اخره كتكون فايته 11 عاود، كيكون طايح الثمن ديالها. انت هنايا خاصك تفكر، كتقول لي لا انا شريت واحد الطوموبيله مثلا، ناخذ طوموبيله ما بين 11 و14 عاود، وخديتيها مثلا ديزل، خديتيها ديزل تلقاها طايحه 6000 درهم. الا شدينا 6000 درهم وقسمناها على 12 شهر،
الى شدينا 6000 درهم اقسمناها، شكرا الدراري والله الا لا غادي لا فيديو، شكرا للادمين ديالنا اللي كيبارطاجي لا فيديو. الى شدينا 6000 درهم اقسمناها على 12 شهر، حسبوا معايا 6000 درهم الى قسمناها على 12 شهر حيدو هذيك، بتبقى سيدنا واحد تقريبا واحد 200 سميتو واحد 2000 درهم اللي كتخسر على واحد فينا هي الحسبة. الى قسمنا 6000 درهم على 30 شهر هتجينا سيدنا، هتجينا واحد 2000 درهم، هتجينا واحد 2000 درهم، وهي شي حاجة اللي هتجينا واحد لصوم اللي هي كبيرة، هتجينا واحد لصوم كبيرة. وبالتالي كنوليو نقولو هنايا بأنه طوموبيلة إلا كاع شريتيها قل في الثمن وزايدة في لافينيات كتولي هي ما هي، يعني كتولي عندك واحد المصاريف ديال 6000 درهم زايدة اون بليس ديال قول له سيدي واحد 500 درهم ديال المصاريف الشهرية إلا شريتها شي شوية قديمة، اون بليس ديال المازوت اللي كتستهلك 500 درهم. ايه الله يعطيك الخير، واحد الفلاش هنايا جاني في الوجه. المهم ماشي مشكل، يقبلوا عندنا راه الصيام وداك الشيء، هذا الشيء كامل وكيولي يتزاد على الطوموبيله. هنايا كنوليو نحسبوا 250، الله يعطيك الخير، كنوليو نحسبوا الطوموبيل ديالنا بشحال طلع في الشهر، يعني الا زدنا 250 درهم نقولوا سيدي واحد 250 درهم ديال المصاريف، الا زدنا عاوتاني واحد نقولوا نزيدو عاوتاني واحد 1000 1200 درهم ديال الديزل اللي ما كتحركش بزاف، الا زدنا هادشي بديت تولي كتلعب في واحد 3000 درهم في الشهر على الطوموبيله ديالك، يعني انت بحال شاري عقوبه ماشي زعما شاري طوموبيله. هنايا علاش انا كنولي نهضر على الطوموبيلات، ميغان جوج زوينه، ميغان جوج زوينه. المهم سيادنا دابا الوقيته فاش نشري الطوموبيله، حنا هضرنا على الكوطي ديال فيسكاليتي، ونرجع لهادشي من نبداو نهضروا على الطوموبيلات ديالنا. سيدنا مرحبا. المهم هنايا كنهضروا على لا فيسكاليتي ديال الطوموبيلات. دابا تجاوزنا، دابا نهضروا على الطوموبيلات ملي كتبغي تشريها شنو هي الوقيته اللي تشري فيها. ملي كتكون كتهضر على الجديد، يعني نعطيكم واحد المعلومه، عاودوا مثلا شوفوا واحد الطوموبيله اللي دخل عليها موضه جديد، مثلا الداسيا دوستر 2018 دخلت على الداسيا دوستر 2017 بي في ا، حيت في 2017 تطلق البي في ا ديالها. دابا تقدروا تمشيو عند شي كونسيسيونير هنا في المغرب وتلقاو عنده واحد توت اوبسيون او كلشي، وكيكون هو ناقص في هذيك الساعات في الثمن، انت كتدخل عليها كتشريها، وبديت تمشي شاري طوموبيله بلي زوبسيون ديال 2017 كاملين بواحد 3 مليون ولا 2 ديال المليون ناقصين، بحال لا خرجتي بحال لا يلاه، بحال نقول لك بحال شي واحد يلاه خرجها من لا ميزون جلست عنده واحد 4 شهور وهو يبيعها. هنا انت شريتيها سيدي 0 كيلومتر او شريتيها، احنا دابا نهضروا على البيدجي ديال 6 المليون 6 ونص حتى 7 المليون، انا نهضروا عليه دابا. مهم سيدنا كما قلت لكم هذه القضيه. دابا في القديم عودوا دائما تجنبوا تشريو قبل لي فاكونس، يعني قبل العطله ولا شي حاجه عودوا تجنبوا هذيك الوقيته. حنا مازال ما عندناش في المغرب داك الثمن المحدد، يعني الطوموبيله ديالو واخا يكون ما عطاش شنو ما يقدش يبيعها باكثر من واحد الثمن. حنا دابا كنحاولوا حنايا واحد الشباب اننا نحطوا واحد الثمن محدد للسياره اللي واخا يطرطق الواحد ما يفوتوش. بغينا ان السياره في القديم يولي عندها واحد الثمن محدد، ما تفوتوش ديك السياره وبطبيعه الحال ما طيحش عليه، باش نحميو حتى البياع، الا في حاله ما اذا كان عنده شي مشاكل واتفق البياع والشراي. مرحبا بكاع اللي كيتفرج وكاع اللي جاي. عواشر مبروكه، الله يبارك فيك. قلت لكم تجنبوا انكم تشريو الطوموبيلات ديالكم قبل العواشر، ما عمرك ما تكون بريسي قدام البياع والشراي، يعني ملي تبي تشري الطوموبيله ديالك ما تبانش زربان عند البياع والشراي بشويه عليك. راه هضرت على داك الشيء، اللي بغى يشوف هذه الطريقه كيفاش تشري الطوموبيله ديالك اونلاين احضر الفيديو اللي سبق. دابا ندخلوا للمعقول، الحاجه اللي كتسناوها كاملين، لانه هذا الفيديو دابا تيكون مزروب بتيكون فيت في وصلتو ل 207. الله يحفظكم، شكرا لكاع اللي كيبارطاجي، راه كيوصلوني واحد لا لا ويلا يحفظكم. انا دابا هندويكم على الطوموبيلات، هادو ماشي كلشي، راه شفتوا الورقه صغيره، هادشي اللي هنا ماشي كلشي، ولكن بغيتكم هي تشدوا البرينسيب كيفاش كنفكروا. مثلا دابا انا ملي كنشد واحد الطوموبيله جديده كتقول لي راه خرجت في 2012، خرجت في 2012 اون فوا خرجت لا ميزون طاحت فيها 3 المليون، طاحت فيها 3 المليون كنولي نهضر بمعدل انها طاح فيها من العام الثاني كينزل، كتولي طاح فيها واحد 4000 درهم 3500 درهم، وباش ما هي كتقدم باش ما كيقلال الطيحان ديالها، يعني كتولي طاح من 3000 درهم كتولي طاح حتى 2500، كتولي طاح حتى 2000، كتولي طاح حتى 1000، كتولي طاح حتى 500. ودابا الا شفتوا مثلا باليو فيات باليو، راه دابا راه نورمال خصها تبيع بزيرو درهم، ولكن علاش باقا دابا كتباع بربعه ربعه ونص 5 المليون؟ لانه صافي ديباسات واحد 6 سنين، ومني كديباس واحد 6 سنين كتولي لا ستاغناسيون في الثمن، يعني الثمن كيولي ثابت، ومني كيولي الثمن ثابت بطبيعه الحال، ومني كيولي الثمن تيولي ومني تيولي الثمن ثابت صافي، ديك الساعات الطوموبيله كتولي معروفه عند الناس. وكاينين طوموبيلات اللي كيموتوا، كاين طوموبيلات كيمشيو لا فيراي حتى تيدير. شكرا للادمين على البارطاج ديالو اللي كيدير لينا.
شكرا كاع اللي كيبارطاجي لا فيديو. دابا حنا عرفنا كيفاش انكم تحسبوا الثمن ديالكم. دابا هنايا مي كتحسب الثمن ديال الطوموبيل كتولي تقول هاد السيد زايد 2000 درهم، هاد السيد ناقص 2000 درهم، هاد السيد هذا ناقص على الثمن اللي انا حسبته لوجيك. كتولي هنا تخاف، كتقول لا الطوموبيل هذه خصني نزيد نقلب فيها، خصني نزيد نبحث فيها، ولا السيد زايد بزاف كتقول لي علاش انت زايد في الطوموبيل ديالك نورمالمون هاد الثمن ديالها. كون سانسير مع داك اللي بيبيع لك الطوموبيل جي فاس، قول ليه ها بشحال خصك تبيع الطوموبيل وها بشحال درنا. السي علي انا دويت لك الوراق ديال الطوموبيلات، دايما هو السيد هذا كيسولني هنا. الطوموبيلات اللي انا دابا نهضر لكم عليهم في ديازا 6 المليون، والصدمه الصدمه اللي هتجي البشر هي هذه. مرحبا بكم الناس السمساره، سمحوا لي والسمساره كيخافوا الله، ها تحيه لكم، انا كنعرفكم بواحد بواحد. طوموبيلات 6 المليون بركه ما تبقاو تشريو الطوموبيلات تحت من 2000، بركه ما تبقاو تشريو الطوموبيلات تحت من 2000 الا في واحد النوع ديال الصيانه لا نهضر عليهم. مثلا تويوتا برادو، تويوتا برادو الموتور صحيح ما كيشريوها الا واحد لاكام ديال الناس اللي كتصلح الطوموبيلات ديالها في واحد الوقيته، وبالتالي الموتور مازال هتلقاو تقريبا فيهم صحيح. تويوتا برادو، نيسان اكس ترايل، نيسان اكس ترايل، المرسيدس، المرسيدس الناس راه كاين اقل من 2000، اي كدير 6 المليون 190 250، ولكن الا كنتي سواق وعزيز عليك الطوموبيلات وما عندكش مشكل انت والميكانيك تصاحبو، الا ما عندكش هذاك المشكل شري ال 190 شري ال 250 واخا اقل من 2000. كنهضر عاوتاني على المرسيدس والبي ام دبليو والاودي، راه ما قلتش الفولكس فاجن، حضيو معايا انا ما قلتش الفولكس فاجن، راه قلت لودي، قلت البي ام، قلت المرسيدس، قلت نيسان، قلت اسيدي تويوتا. هاد الطوموبيلات هادو الاير 21 والاير 25 والاير 18، هادو طوموبيلات راه معروف في ماليهم، يعني انا ما يمكنش هادو نعايرهم، هادو راه معروف في ماليهم اوتوموبيلات ديال الحريت، طوموبيلات اللي الصح والعمل. وفي هذيك الوقيته فاش خرجوا اصلا خرجوا بحال طوموبيلات ديال بيسو، وبالتالي ما يمكنش نهضروا عليهم الا كانوا من 2000. هادو هما الطوموبيلات اللي استثناء القاعده ديال 6 المليون تشري اقل من 2000. 6 المليون في المغرب، 6 المليون راه ساويه مع غلاء المعيشه ومع الضريبه اللي مرتفعه وداك الشيء. 6 المليون راك انت هي كتعتبر من الطبقه المتوسطه في بلدان اخرى، وبالتالي خصك تشري طوموبيله اللي فايته ال 2000. باش كنوليو نهضروا على طوموبيله اللي فيها لا سيكوريتي ديال الفريناج، كنهضروا على طوموبيله فيها سيكوريتي ديال لي زاير باك، كنهضروا على طوموبيله اللي فيها بزاف ديال المميزات اللي تستحقوها المغاربه ب 6 المليون. انتوما تستحقوا طوموبيله اللي سيكوريزي فوق من 2000، وماشي قشقاله وماشي الحديد ديالها كيبوري ونبدا نقول لي وبدا تصيفط لي احمد في الواتساب، واحمد رانا يا الطوموبيله ديالي لقيتها مبوريه واش نزعم فيها، نهضروا على 300 تاع السي محمد، يصبر معاك اخليت ليها فقره ديالها بوحدها. ويجي عندي احمد واش نقدر نبدا نقول لك اودي راه ممكن نمشي عند طولوري تصاوب البوراج، انا ما باغيش نطيح معكم في هاد المواقف هادو. المهم دابا تجاوزنا وقلنا الاستثناء ديال الطوموبيلات اللي فوق تحت 2000. دابا اول سياره نبدا بها واللي ما يقولش حاجه يقولها هي داسيا لوغان، داسيا ساندرو. ممكن تجيب طوموبيلات ديازها ب 6 مليون داسيا لوغان، داسيا ساندرو، موديل 2008، موديل 2009، وهتلقاهم بدل لهم الموطور. ايه اوطوموبيله زوينه مليحه، الصالون مليح، زعم فيها، ما تهزوش الهم، خاص هي تلقى الميكانيك اللي وقف معاك فيهم باش ما تشريش فرانات فيها ناقص شي حاجه، لان الطوموبيله تكون ضاربه 7 سنين 8 سنين ضروري لها من واحد انك تقلبها وداكشي. دونك الناس اللي كيخوفوكم اوسامبول، داسيا لوغان، داسيا ساندرو، دا رونو سامبول، هادو دو ثلاثه ديال الطوموبيلات اللي ممكن تشريهم ب 6 مليون وما تخافش زعما تعمل منه. نهضروا دابا على طوموبيلات اخرى، مثلا رونو ميغان، رونو ميغان 2004، رونو ميغان 2005. دائما هاد الطوموبيلات دابا ملي كنهضروا على القديم، عرف معايا واحد الحاجه باش ما ينوض شي واحد دابا في كومونتير يكتب لك لا ورا دابا الموتور ديالها راه عادي، المساله ديال انك تلقى فيها شي حاجه خاسره ولا حاجه راه عادي، ولكن هادشي دخلوا في النيغوسياسيون. وحتى الميكانيك اللي بيقول لك يقول لك بشحال غيصلح، واش غيصلح، وهاد الطوموبيل هادي واش تلقاها ديجا مصلحه، راه ماشي مشكل لانه راه ضاربه 10 سنين. حنا راه في 2018، هي بنت 2007 2005، ما يمكنش يبقى الموتور كيضرب، راه انت ماشي عندك دكاكه واصله بشحال هي مشريه في وقيتها. المهم رونو ميغان 2004 2005 شي واحد يهز ورقه وستيلو، الفياطات بينتو الى اخره، سيتروين بيرلينغو، سيتروين بيرلينغو هي اللي هنهضر عليها. هاد الطوموبيله هادي علاش شاده في الثمن ديالها؟ هي راه البوجيات فيها الناس كيخافوا منهم، علاش شاده في الثمن؟ لانها طوموبيله ديال الدمير، وبالتالي شي استاذ انت استاذ، ايه عندك اربعه ديال الوليدات، علاش تمشي تشري سيتروين بيرلينغو؟ دابا شرح ليا، كنلقى استاذ شاري سيتروين بيرلينغو، علاش؟ واش انت كتهز الخضره؟ ايوا كتمشي تشري سيتروين بيرلينغو كتسحبها والصحيحه، اما شي حد صحيحه راح انت ديك الطوموبيله مديوره البيع والشرايه صافي، يعني واش بيع وشرايه يمشي يشري داسيا لوغان؟ لا،
عليها كتلقى مثلا في الدسير وكان في موضوع 2003 فين طايحه 6 وبرلين كودا هي 7 صافي هادشي اللي كاين. تبقى تسحب تيجي عندك شي استاذ كيقول لك بنشري انا البرلين علاش اشري؟ اه راه شاده في الثمن السوق، شاده في الثمن البيع والشراء هما اللي نازلين عليها. رونو كونغو دا 65 راه هادي معروفه عند الناس موديل ديال 2005 حتى هي، علاش شاده الثمن؟ صافي دابا راه تكونوا عرفتوا علاش شاده الثمن. بولو زينا رونو سيتروين، ان سيتروين نيمو داكشي حتى هي سيتروين زوينه، هاد الحديدات هادو اتلقاو الموديلات ديالها شي شويه زينين، ولكن حضروا ديما كما قلنا المرسيدس سي 270 بيتكم تحلوا معايا ودنيكم مزيان في مرسيدس سي 270. الناس اللي سولوني عليها راه ليكم هاد الفيديو هذا، شكرا. الفيديو حنا دابا في 300 ديال سي 270، الا مشينا نشوفوا لافينيت ديالها، الا مشينا نشوفوا لافينيت ديالها هي راه 11 عاود، الا كانت 11 عاود يعني هتكون في شحال في الشهر ديال 6000 درهم، يعني مرسيدس سي 270 هتصاحب مع الميكانيك وهتصاحب مع مول الضريبه وهتصاحب مع مول البومبا ديال ليسانس. 11 عاود راه تلقاها عرفتي شحال من الغرافه هذيك فيها شحال كتاكل. شيفرولي زينه كونسوماسيون مناش تحضر 6000، دونك راه شتو قسمه قبيله، الا قسمنا 6000 على 30 راه بيجيكم تقريبا واحد 2800 درهم ديال المصاريف على هاد 270 في الشهر. هي طوموبيله زوينه، الصالون زوين، البريستيج ديال الجلسه، وإلا كنتي واحد الأستاذ اللي ما كتحركش شحال وبغيتي تمشي بها للاجتماعات وهذه ولا شي حاجة زعما شي حاجة زوينة 270، ولكن لافينيت ديالها 6000 درهم راه شي حاجة سميتو قاصحة. هيونداي، هيونداي تيكسون راه كلشي كيعرف هيونداي تيكسون، حاجة وحدة اللي تحضيهم مع الهيونداي تيكسون راه تقدروا تلقاوها بستة المليون، ولكن حضيهم الموتور، الموتور ديال هيونداي تيكسون كيسوى الهيونداي تيكسون كامل. هيونداي تيكسون إلا خسرنا الموتور ها بالك موتور تري شير، الا من رحم ربك، الا لقيتو شي واحد كيبيع ويشري وكيخاف الله في هادشي ديال المطر. الفا روميو 647، الفا روميو عارف شحال من واحد دابا يقول لك حماد الفا روميو، اه كاين الفا روميو ولكن بواط اوتوماتيك سير ديال الشيفو، ها فينيت ديالها هي 1500 درهم، داكشي علاش كتلقاها طايحه. ليكونومي مونسيال تقريبا طيح لك بواحد 50 درهم ديال لافينيات في الشهر. لافينيات تاع عباد الله ما تبقاش تحسبوها بحال واحد الانفيستيسمون، حسبها بحال كريدي عليك، يعني بدا تحط لي واحد 50 درهم. نهضروا على 407، نهضروا حنا جايين على لاكسنت، احنا جايين بستة ديال المليون تقدر تطيح في شي اكسنت شي شويه مهلوكه. فولون فولون هادي يا سيدي ادير، انا نعطيكم مميزات مثلا في الفا روميو مثلا للشباب، الشباب الفا روميو 140 تلقى فيها الفولون ريغلاب سميتو ديريكسيون اسيستي، الفولون ملتي فونكسيون سيلغي يعني تيسو اكودوار، كاع دوك لي زوبسيون تلقاها، ولكن شي شويه تخسر عليها في الشهر ديالك تخسر عليها، وخصك تصاحب شويه مع ميكانيسيان سياط كيدي سياط ولا كيدي الفا روميو هذيك راه فيها بطبيعه الحال، ولكن كيدي سياط راه كيدي فولكس فاجن غتلقاو غادي يوصل الى اخره. دابا 206 مالين 206، بزاف منكم سولني على 206، مول 190 راه هضرنا عليها، هذيك الطوموبيله واخا تشريها اقل من 2000 خصك تكون مصاحب مع الميكانيسيان وتكون عندك الكونغو، كونغو زينه راه دويت على الكونغو، الاير دي زنا فانا غنجي ليها. دابا نهضروا على فورد فيستا، راه تقدروا تلقاو شي فورد فيستا قديمه ولا شي حاجه حتى هي، راه خصكم تصاحبوا مع الميكانيك تكونوا زعما تكون عزيزه عليك الطوموبيله ديالك، الشاكمه وداك الشيء كيستيون ديال الشاكمه، كيستيون ديال الموطور في شي لعيبات بحال هكا. دابا هضرنا على فورد فيستا بيجو 206 2010، شحال من واحد كيقول لي احمد 206 2010 واش مزيان واش نشري؟ الا لقيتي 206 2010 الثمن راه مغري، بسته ديال المليون ثمن مغري، ولكن ضروري ضروري تفليها فليها، لانه راه شي شويه قاصحه. سكودا يسر موتور ديال فولكس فاجن، ضروري تفلي ديك الطوموبيل، لانه ما يمكنش انك تشري هذيك الطوموبيل بهذاك الثمن. 206 الا لقيتيها ب 2008 2009 راه ب 6 مليون، هذاك هو ثمنها ضروري. السياط 2002 مالين السياط مالين فولكس فاجن مالين مرسيدس، هاد الطوموبيلات ديال الالمان واخا تشدهم قل من 2000 ولكن راه خصك تصاحب مع المرسيدس، زعما تكون انسان اللي كيفلي الطوموبيله ديالك، خاصك تكون كتمشي ديك سميتو. نزيدو شكون نورمال ديالها هو 2006 2007 كما قلنا 206، رونو لاغونا، رونو لاغونا فوق ال 2000، لا باقيش واحد يشري رونو لاغونا تحت ال 2000 ب 6 المليون، ها هي رونو لاغونا تحت 6 ديال تحت ال 2000 ب 6 المليون راه بزاف. فولكس فاجن باسات، فولكس فاجن باسات زوينه حداهم مع الشاك مع الموتور ميكانيسيان الى اخره، والجولف 3 حتى هي الجولف 3 راه زوينه غتحضيو غير مع الموتوريزاسيون ديالها الديماراج ديالها الى اخره. عفاكم بارطاجيو لا فيديو باش نوصلوا لو ماكسيموم ديال الناس، بغيت انا هاد لا فيديو هادي توصل للناس باش شويه نزعزعوا السوق ديال الطوموبيلات ونحركوا. دابا نجيو ليسونس، ندوزو بعدا نشوفكم على
اشنو كتقولوا الكليو 3، الكليو 3 الميغان، قلت لكم هذوك الطوموبيلات اللي زينين، كليو 3 الجولف 6، لا الجولف 6 مازال ما هضرناش على 6 المليون، حنا كنهضروا على 6 المليون. الجولف 4 مازال ما نزلش 6 المليون، الجولف 4 دايره 7 ديال المليون، قال لك سيريا المكلخ. شكرا شكرا السي بدر. و190 دوزات عندنا 11 190، وميكانيك غير الا كان ديوال الميكانيك غير الا بغينا نبدلو الزيت. انت داير راسك كتفهم في الحديد وانت كتفهم صراحه، عندك الحق، ما كديوها عند الميكانيك الا بغيتو دوز تبدلو الزيت 11 عام. دابا شكون يكذب انا ولا انت؟ ودابا عباد الله هانتوما، قال لك اسيدي ما عمره ما دا الميكانيك كيفاش يبدل الزيت 11 عام؟ هادي طوموبيل عندك الموتور ديالها ما عرفت منين جاي، ماشي كيتصاوب في المان، كيتصاوب في المريخ. سي بويزينا يسر فيها سي 5 حضايا مع الموتور، سير قلبو ال 407 407 انا ندوي عليها دابا، 407 انا ندوي عليها دابا، 307 زوينه، كليو 3 زوينه، رونو اكسبريس، رونو اكسبريس تماره زينه، 407 انا ندوي على الجولف 5 مازال ما كندويش على الطوموبيلات ديال فوق 6 ديال المليون، هذيك 12 مليون تقدر دي شي حاجه مليحه. ستي بوي زينه 208 زوينه 2013 بول وراه الله يعمرها دار. جاوب على الكاشكاي، نيسان كاشكاي، نيسان كاشكاي راه دوينا على رونو 4 جر، لا ميم موتوريزاسيون لا ميم بلاتفورم، كيبقى غير الشكل الخارجي كل واحد واش كيعجبو، وكيبقى الشكل الداخلي. انا كتعجبني مثلا رونو 4 جر في الجلسه ديالها شي شويه كتجيني مريحه. انا كاشكاي سكت بها واحد ساعتين وضرتني شي شويه في ظهري، جو سي با تقدر تشري لها شي لعيبه للكوسان، وهذه زعما مقترح اننا نقدروا نقترحوا على نيسان شي حاجه. 407 الرونو 19 كتليق البيست، مالي البيست الاير 19 الصح والعمل، لا في الاسونس لا في لا في ليسونس لا في لا في لا في سورتو ستوريا. كليو 2 زوينه، الجولف 4 زوينه، الله يعطيك. اه واعد المحادثه هذا تتفهم خاضي، انت كتفهم لاكسنت، لاكسنت زينه، ولكن ما طحوش على موديل 2008 شي شويه تلقاو الساسي مهلوك، لان المغرب عندنا البيستات عندنا شي شويه الارض. هيونداي 2009 ديال الشوفو، هيونداي 2009 اش من ماركه، اش من ماركه؟ كليو كومبيس زوينه، راه هضرت على كليو كومبيس يمكن دويت عليها هنايا، حتى هي راه كاينه كليو كومبيس بي ام دبليو في، بي ام دبليو في اختي مزيانه. ايوا راه هذاك اللي قال لك 190 ما عمره ما دار الميكانيسيان راه كذاب، 190 بي ام دبليو راه زوينه، الا شديتها في القديم زوينه تهلاي فيها، ولا سمعتي شي تخرشيشه سير يصلحها. الا فتيتك خليتي الطوموبيلات القدام كيكثر تخرشيش كيبدا حاجه تجر لك حاجه، حاجه تجر حاجه تجر، كتولي مجرور عندك بزاف ديال الحوايج. الطوموبيله القديمه اون فوا تسمع تخرشيش فيستا تكون عيانه، لا لا ما تكونش عيانه فيستا بستة حشاوه لله، انا ما قلت لكش تكون عيان، ولكن قلت لك سير حضي الطوموبيل، سير دا ميكانيسيان فيزيت الى اخره، وشوف الطوموبيله ديالك اش اللي فيها. هادشي اللي كنقول فيستا ب 6 مليون تكون كتكونسومي، هادي الحاجه الوحيده اللي هنقول انا فيها. 6 ونص ماشي شي حاجه ديال لي جون ونقى، راه الفا روميو 147 راه دويت عليها على قبل لي جون، ستيب واي كليو سيتروين سي 4 كليو، هادشي كامل دوينا عليه، مرسيدس اسونس خويا بي ام دبليو الى اخره. دابا ندوزو الطوموبيلات ديال ليسونس باش ما نطولش عليكم في هذا اللايف هذا اكثر ما انا مدوينا عليه. دابا ندوزو ليسونس، ليسونس اسيدي 2008 للفوق، انتم هاك البريستيج، يلا عاوتاني شي واحد يقول مكلخ. 2008 للفوق سيات التيا، هادي شحال من واحد ما كيعرفهاش. 2006 غتلقاو الناس دابا الدواقه، كنهضر على اللي ما كيهزش الهم للجيب، غتلقى سيات التيا، كاينه فولفو اس 40، كاينه الفيات، كاينه فولفو اس 40، هادو هما الطوموبيلات اللي شي شويه غاليين، ولكن طوموبيله اللي تهزها البريستيج المنظار، هادي تقدر دير بها حتى الدريفتي، الا بغيتي دريفتي بها دير بها تفحيط السيارات، الا بغيتي دير بها دير دريفت دير. دابا نهضروا على العيالات، واحد البارح شبع سبان واحد ديال اللوكاسيون، الا كنتي حاضر قولها، ديال اللوكاسيون شبع سبان في العيالات، 240 ضربات الطاكسي سوي سول مول الطاكسي واش مركب فيها الموتور ديال 240، والله هذيك سيره واد تكمش، علاش حيدوها من الطاكسيات؟ ديك المره غادي انا وواحد ويطيح ليا صاحبي لاني ما قتلنا في الطريق، غادي الطريق كامله السيده فيها السياتيك، ديك الساعه خصها تنزل للسبيطار، والله هذيك هو سير ديها في راسك. تتبقاو تقولوا للناس شي حوايج الهضره الخاويه، واش عندك 240؟ راه ما قلناش لك عيانه، ما 6 مليون بزاف، اللهم انا هذا منكر، واش تبيعوا طوموبيله اقل من 2000 صاحبي ب 6 مليون؟ راه الهيبة صاحبي، راه الحرام هذا صاحبي، راه الرزق حرام، بارك الطوموبيله راه بتموت هذيك، صافي الحديد ديالها ضارب 25 عام عباد الله، راه بزاف، راه عيب، اتقوا الله في خوتكم، ماشي كتمشيو تشوفوا الشركات الاجنبيه، هما خوك وكيبيع لك طوموبيله تحت من 2000 ب 6 مليون، وهذا خوك هذا. المهم هيونداي قلنا فيات 500، نهضر دابا عليها، كاينه عندكم فيات 500، كاينه عندكم هيونداي اي 10، هيونداي اي 10 2012 2013 بواط اوتوماتيك، كنهضروا على لا بواط اوتوماتيك راه زايده 5000 درهم،
كنهضروا على هوندا رونو كليو كومبيس مول كومبيس، زينه هذيك السياره في الاجنس، زينه. انا مجربها شهر هذيك الطومبيل زينه. هوندا جاز توت اوبسيون، هذيك هوندا جاز شويه كتكونسومي، مي راه 5 ديال العودان 6 ديال العودان راها زوينه. كي بوجو 206 بلا ما نهضر عليها راه عيقت، هذيك زينه هذيك حتى هي في ليسونس زوينه. والسخونيه وديك الهضره كي يقول لكم الناس كاع لا تخافوا منها بزاف، راه ريكلابل بالزربه. يقدروا تلقاوها ب 7 المليون، يقدروا تلقاوها ب 6 مليون. فيات بونتو كونسوماسيون، ولكن زينه كونسوماسيون، ولكن زوينه. الموتور ديالها زوين. سولوا مالين طاكسيات الصغار، انا ما نهضرش، طلعت يعني مول شي طاكسي صغير سولوا خويا سينيك زوينه، خويا كي دايره الطوموبيلات، طلعتي مع مول لوغان سولوا، طلعتي مع مول سيات سولوا، ما كاينش شي مول طاكسي صغير يدير شي طوموبيله اللي خايبه اللي هي انا فيات بوندا. اوبيل كورسا، اوبيل كورسا راه كان عندها 1 لتر، هادي راه ما معروفاش بزاف. اوكو اوبيل كورسا او اوبيل استرا، هادو جوج ديال الطوموبيلات. وال 407 دابا نجي نهضروا على 407. 407 فيها ليسونس، فيها الديزل، كتلقى فيها 8 ديال العودان، 8 ديال العودان. لا فينيت راه باينه دابا، راه كملت كتلعب ما بين 3000 درهم و6000 درهم. الديفو ديالها سورتو خصك تمشي للميكانيسيان تقلب ديك الطوموبيله مزيان، حيت الموتور ديالها الا كلاها شي شويه غاتجيك شي شويه غاليه القضيه، غطيح عليك وغتقام عليك شي شويه غاليه، غتقام عليك شي شويه غاليه. دابا نشوف الاسئله ديالكم، اللي بيسب اللي بيعاير شكرا. علاش؟ لانه في الاسئله ديالك كتبين للناس علاش هيتصنتوا لي ملي كنقول طوموبيله ديال 2000 ما باقيش خاصها تباع ب 6 مليون، ما باقيش خاصها تباع ب 6 مليون. وحنا كشعب بيناتنا خاصنا نوليو نحطوا هاد القوانين هادو، ماشي زعما نحتاجو في كل شيء الصداعات والتبلبيل، وماشي دائما نحتاجو الدوله باش اننا ماشي كذا. انا كنفهم الحديد احسن منك وبلا فهمة، خويا كتفهم احسن مني مرحبا بك. انا قلت لك ما كنعرفش كل شيء، ولكن كنعرف نقلب على المعلومه وكنعرف نهرس شي بعضين، فهمتي؟ شي وحدين كيبيعوا شري في طوموبيلات 240 ببيعها ب 6 مليون، بزاف بزاف اخي. سؤال مرحبا بك. السؤال ديالك اخي ديالي راه يمكن جاوبت عليه، 6 مليون دابا راه هضرنا عليه. بي ام دبليو راه قلت لكم مرسيدس، شوف واللي بغيت يطرطق يطرطق. المرسيدس قل من 2000 طوموبيله، قل من 2000 مرسيدس، اودي، بي ام دبليو، تويوتا، هاد الطوموبيلات هادو انت والميكانيسيان خصكم توليو صحاب. الا سمعتي في طوموبيل تكنب شديها لي، السلام عليكم. ولا انت كتعرف، لانه حاجه كتجر حاجه تتخليك في لومبان في شي قنده، وديك الساعه انت في شي جبل اجي عيط على داك اللي قال لك 240 في باقه في الطاكسيات. لا حول ولا قوه الا بالله يا صاحبي، والله القسم الا مشكله الا شريتها من مورا شي طاكسي داير لها بحال شي. خلينا ساكتين، خليونا ساكتين، خليونا ساكتين. يا جولف اسونس سيكاتر شيفرولي، شيفرولي زينه كونسوماسيون، شيفرولي زينه كونسوماسيون. هذاك الحديد مديور للخليج، هذاك الحديد مديور للخليج، رونو ترافيك الخدمه زينه. رونو ترافيك راه شوفي طلع لها من التحت ويبان لك المعنى. سكودا فابيا مليحه، سكودا فابيا راه الموتور ديال ديال البولو، الموتور ديال البولو. ما تعصبش، لا لا ما تعصبش، الله ودي. شوف حنا ماشي تنتعصبوا، حنا كنناقشوا، حنا هنايا كنخلقوا واحد الثقافه ديال البيع والشراء ديال الطوموبيلات في المغرب. انا ما كنبيع ما كنشري، متفق معاك في الثمن. ايوا اخويا انا ما قلت والو، راه قلت لك المرسيدس خاصك تصاحب مع الميكانيك، يعني هي تشوف فشنو اللي. اما الا الطوموبيله ديتي شي حديده نقيه وجبتي لها شي موتور امبورطي من المانيا، بالعكس ما تضرب معاك خي، اسمح لي انا ما تضر الا زعما دخلت فيك شي حاجه. بيرلينغو اخويا، بيرلينغو انا دويت عليها علاش هي غاليه، حيت البيع والشراء لاصقين فيها. كنتي ماشي بيع وشراء، عطيتي ساعه زعما بلا ما تدخل داك السوق ديال البيع والشراء تاكل شي دقه. 240 كيركبوا لها ديال 190. الحمد لله الحمد لله اللي هضر شي واحد. هيونداي 2009 فيستا هضرنا عليها، البولو راه مزيانه، الفيستا مزيانه. المهم هادو طوموبيلات اللي بيكانتو 2017، البيكانتو كيا راه الموتور ديالها هو من احسن الموتورات دابا في السوق، هو الموتور الكيا هو اللي كيركب في الموتور ديال يلا واحد الصدمه ديال الهيونداي. اييه الهيونداي راه كبير فيها الموتورات ديال الكيا، اي باش الناس يفهموا. تجي تقول لك اب هيك هيونداي زوينه والكيا خايبه، كتلقى غير حال فمك تشوف فيه من فيونستاي كتاكل. ما كاينش استاد الخيل فيهم ال 407، يمكن كاين فيهم استاد الخيل الا ما خفت نكذب، ولكن اللي كنعرف انا اللي كنعرف هو 800 الخير. زعما ما عنديش انا عند الطوموبيل كاملين هادو اللي عطاونا الناس هادو 800 الخير، وحتى اللي ديك اللي مجرب انا عند واحد الاستاذ في طنجه 8 ديال الخيل وكانت كتاكل ليا اخي. 205 زوينه، ايوا 205 عاوتاني نقول واحد الهضره، شوف مع الميكانيسيان الى اخره. 240، انا يا السيد اللي كاين معنا في لاباج قال لكم 240 طاح ليها الربع وبعدين تقلب كلشي الا كانت 240. 240 هذا حتى هو ما قال لك ما كاينش مشكل عنده في هادشي. الا كانت 240 زعما مشى عند الميكانيسيان ماشي مشكل ياك. ايوا كان داك الاربر التحتاني يكون ماشي الموتور الاربر، سمعتي؟
داك الاربر يكون مهلو. انا قلت ليه بان الطوموبيل قدام تحت 2000 حشومه باقي يتباعوا ب 6 ديال المليون عندنا في المغرب، وال 240 190 وهذه الطوموبيلات اللي ممكن تشريها، ولكن خصك تحضي مع الميكانيك. 240 محضيه في شي كراج مقيده يعني ماشي داز في الطاكسي شي 20 عام. لا لا داز في الطاكسي تكون هراء. ايوا هادشي اللي كنقولوا، هيونداي فون تسعود، هيونداي اكسنت الى اخره. الخوت شكرا لكم على البارطاج، شكرا لكم على التفاعل ديالكم. حطوا لي في هذا الفيديو هذه في الاخر شنو الموضوع اللي تبغيونا نعاودوا ندويو عليه، شنو هو النقاط اللي ما فهمتوش. انا ما عرفتش كلشي، ولكن كنعرف نجيب معلومات. انتم شفتوا السيد ها هو راه مقابل معنا، ها هو راه متبع معنا، اون بلوس ديال الميكانيسيان اللي غنديروا معاه واحد اللايف. هي كنتسنى يسالي دابا العواشر هذه واش شويه مدي مع الناس كيبغيو يسافروا، ما بيش ندهي دابا ماشي لايف واش حاجه، حيت اللايف كيشد اكثر من ساعه. الفونطوم وداك الشيء شوف غير مع الوراق، مرسيدس ما يمكنش تهضر عليها. الموتور زين، الصلاح زين، كلشي زين، حضي هي مع سميتو مع الطوموبيلات. مول السيبوي راه السيبوي قلنا بانه زيناي هو الا كانت خاصها قبل الموطور. زانجيكتور البلوك التحتاني. اييه. مول السيبوي لي زانجيكتور البلوك التحتاني والتيربو. الا تضرب الموطور، الا تضرب التيربو كاع لا كاع لا، الا تضرب الموطور راه التيربو كاع لا تقول التيربو كيمشي مع الموطور. الا تقاس لك التيربو خصو يحضي حتى الموطور، يمشي يبدل التيربو راه يصدخ خارج على الموطور. ضروري ديغنوستيك، عندك شي واحد يمشي يبدل التيربو والموطور راه خدي، سورتو في الطوموبيلات ديال الداسيا راهم حاطين داكشي زعما 320 سي 320 في المرسيدس. هذه الطوموبيله زينه مليحه، ولكن لافينيات ديالها كونسوماسيون ديالها، واش هذه الطوموبيله ديتي عند الميكانيك كيبقى تبقى تخلص. طوموبيلات ديال بيست، طوموبيلات ديال بيست، باليو ار 19، الجولف 3، هادو كاملهم طوموبيلات ديال البيست. واحد السيد كان جا عندنا، ما تنساوش راه حنا عندنا واحد الجروب ديال لي في، يعني ديال البنات، راه مكلفه به واحد المراه حتى هي راه كتفهم في هادشي، وكاين عندنا واحد الجروب ديال البيع والشراء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.